لازلنا في متابعة أقوال الألباني في مسألة التكفير وأن معتقده فيه على معتقد الجهمية. يقول في ذلك: نحن نأخذ قاعدة ونستريح، الكفر المخرج عن الملة يتعلق بالقلب لا يتعلق باللسان. موسوعة الألباني في العقيدة الجزء الخامس صفحة 706. لا شك هذا قول باطل، بل الكفر كالإيمان يتعلق بالقول والعمل والاعتقاد. وقال أيضا: الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني. وهذا ليس بصحيح، بل الكفر يتعلق بالقلب ويتعلق بالعمل أيضا، عمل القلب وعمل الجوارح. وهذا في موسوعة الألباني في العقيدة الجزء الرابع صفحة 488. وقال في شريط الكفر كفران للسائل: أنت بارك الله فيك، هل انتبهت سابقا أو لاحقا في هذه الجلسة أن الكفر عمل قلبي وليس عمل بدني؟ هل انتبهت لهذا أم لا؟ السائل: نحن لا نقر بهذا. السائل كان على معتقد صحيح بخلاف الألباني نسأل الله السلامة. يقول ردا عليه، قال: هنا تكمن المشكلة. وأيضا من أقواله في هذه المسائل، مسائل التكفير، يقول: لا يجوز أن نحكم على مسلم بعينه أنه كفر. هذا باطل. نقول الجواب هذا ليس بصحيح، بل الكفر إما أن يكون بالنوع وإما أن يكون بالعين. فإذا وقع في مسائل، إذا كانت المسائل تتعلق بأصول الدين مثل التوحيد والشرك، فإنه يكفر. ولا نقول هنا لابد من فهم الحجة، فإنه يكفي قيام الحجة. وفي ذلك رسائل علماء نجد مثل رسالة إسحاق بن عبد الرحمن تكفير المعين، فإنها كفيلة ببيان هذه المسألة، والحمد لله.